الو الو الو، بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اخواني المتابعين، ما زالت انطلاقات اشواط سباق هذا اليوم مستمرة شوطا تلو الاخر. تابعنا ثلاث اشواط الماضية، تهانينا وناموس لجميع الاخوة الفائزين. ما زالت الانطلاقات تتواصل، وتعلن قبل قليل انطلاقة الشوط الرابع في مجموع الاشواط، يعتبر الشوط الثالث للابكار الاذاع. مسافتنا في هذا اليوم المسافة الحاضرة هي 5 كيلومترات. هذا الشوط ايضا لا يقل اهمية عن الاشواط السابقة بكثرة ايضا الاسماء المشاركة، نظرا لهذه الاسماء المشاركة والتي تشارك بهدف الفوز والانتصار. نتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله. نتابع التي خذت المركز الأول وانطلقت في المقدمة، هذه التي تحمل رقم 180 وغير مدونة بكشف البيانات، أعتقد أنها الحمد بن محمد بن سالم لهيبي. المركز الثاني، المركز الثاني وسمية راشد بن سعيد بن عامر المغيري في ثاني المراكز. المركز الثالث هناك الشاهنية محمد بن سالم بن محسن الوهيبي في ثالث المراكز مراكز مع الشاهينية، بينما المركز الرابع سرابة عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي مع سرابة في رابع المراكز. نتراجع قليلا لكي نتعرف على بقية الأسماء المشاركة والمنطلقة بهذا الشوط. هذه التي تأتي على المستوى الخامس، هناك حاملة رقم 8 حراسة علي بن أحمد بن علي الحبسي، والمركز السادس الفائزة أحمد بن محمد بن سالم الحبسي. المركز السادس هناك التواصل من ضبس لمابر حمود بن سعيد المالك. والمركز التاسع، نتقدم قليلا لكي نتعرف على الأسماء التي انطلقت والتي بدأت بالاقتراب من المجموعة الأولى. هنا التواجد من حاملة رقم 18 الشرقية علي بن طويرش بن محمد الوهيبي، والمركز العاشر سراب سليم بن العبد بن علي الزرعي. هذه النتيجة والنداء الأول للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة في هذا الشوط. ما زالت المسيرة تسير في هذا الشوط مستمرة، والأسماء تتبادل ما بين المواقع الهدف الوصول للمركز الأول وللقمة، وهناك التي تحمل رقم 180 وغير مدونة بالكشف، ولكن شعارها شعار واضح ومعروف، شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. هي التي تسيطر كل السيطرة على مجريات الأمور، تنطلق بهذا الموقع. بينما المركز الثاني وسمية راشد بن سعيد بن عامر المغيري مع وسمية تتواجد في المركز الثاني، سرابة في المركز الثالث، عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي المركز الرابع، ضبا سليمان بن حمود بن سعيد المالكي مع ضبا في المركز الرابع. المركز الخامس شاهنية محمد بن سالم بن محسن الوهيبي، والمركز السادس هناك أجد حراسة في سادس المراكز في هذه اللحظات، هناك حراسة العلي بن أحمد بن علي الحبسي في سادس المراكز. المركز السابع، أيوة بينما المركز السابع الشرقية هناك علي بن طويرش بن محمد الوهيبي أيضا حاضر بالشرقية ويقدمها الآن في المركز الخامس. بينما المركز السادس هناك تواجدت به الشاهنية محمد بن سالم بن محسن الوهيبي، والمركز السابع حراسة علي بن أحمد بن علي الحبسي. بينما بقية الأسماء أعتذر عن إذاعتها لأنها بعيد وتأخرت عن المجموعة الأولى، أعود مع المقدمة ووصلت المعلومة، وهي دستور للهجانة السلطانية، هي المصير سيطرة على المركز الأول في هذه اللحظة للهجانة السلطانية. عملية التضمير والمتابعة مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هو الذي يقدم لنا دستور الأصالة والقوة والإثارة التي تتقدم في المقدمة من بداية الانطلاق، وما زالت متمسكة بهذا الموقع حتى اللحظة. بينما المركز الثاني الأسماء قادمة والتي أيضا بدت بالاقتراب من دستور لمنافستها على موقع الصدارة والريادة، هذه التي تصل سرابة تواجدت على المركز الثاني، أراها تغير ما بين المواقع من موقع إلى أفضل، وها هي الآن تصل إلى المركز الثاني، سرابة عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي. المركز الثالث أجد فيها الشرقية علي بن طويرش بن محمد الوهيبي، هي الأخرى أيضا طرف منافس قوي تتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع تواجدت به ضبا سليمان بن حمود بن سعيد المالكي، والمركز الخامس هناك أجد وسمية راشد بن سعيد بن عامر المغيري. أتراجع قليلا إلى المركز
السادس حتى العاشر لكي نتعرف على الأسماء القادمة والتي ترغب أيضا بالملاحقة دستور التي في الصدارة بهذه التي تأتي على المركز السادس. حراسة العلي بن أحمد بن علي الحبسي هو من يقدم لنا حراسة في المركز السادس. المركز السابع هناك شهنية علي بن سعيد بن الحزيم العويس هي المركز الثامن. وصلت في هذه اللحظات شهنية راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي هي التي تتواجد في المركز الثامن. بينما المركز التاسع الوصول من الشهنية محمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي. المركز العاشر لصالح حملولة سلطان بن محمد بن حميد اليحافي. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة في هذا الشوط. أعود للمقدمة، أعود للصدارة، أعود مع دستور. الله 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 يا دستور، الله يا هذا الأداء والعرض المميز من دستور. دستور للهجانة السلطانية هي التي تشارك بهذا الشوط. الله يا دستور للهجان السلطانية مع المضمر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هي المسيطرة، كل السيطرة على مجريات الأمور. ما شاء الله يا هذا العرض المميز من دستور من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات، ما زالت هي في القمة وما زالت متمسكة بالموقع الأول حتى اللحظة. بينما الأسماء قادمة والأسماء أراها بدأت تقترب من دستور لمنافستها على موقع الصدارة. بينما أولى الواصلات أجد هناك ما شاء الله ضبة سليمان بن حمود بن سعيد المالكي، ضبة تواجدت على المركز الثاني، بدأت تقلص الفارق ما بينها وبين دستور. المركز الثالث سرابة عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي. بينما المركز الخامس وسمية راشد بن سعيد بن عامر المغيري. وصلت حراسة تواجدت على المركز الرابع. هناك علي بن أحمد بن علي الحبسي. وصلت الشاهينية راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي تواجدت في المركز الرابع. بينما الدرعية بدر بن حميد بن محمد الدرعي تصل على المستوى الخامس. أعود مع المقدمة وأعود مع دستور. الله يا دستور، دستور دستور دستور، ما زالت في الصدارة، ما زالت في المقدمة، ما زالت في القمة وفي قمة هرم هذا الشوط. دستور للهجانة السلطانية حمد بن محمد الوهيبي، لكن ضبة سليمان بن حمود بن سعيد المالكي ما زالت في المركز الثاني. أيضا موقعها يسمح لها بالمنافسة، يسمح لها بتغيير هذا الموقع في اللحظات الأخيرة، 500 متر الأخيرة. حراسة في المركز الثالث مع علي بن أحمد بن علي الحبسي. الدرعية بدر بن حميد بن محمد الدرعي قادمة ووسمية، وهناك أيضا الشاهنية، لكن دستور هي الأقرب من خط النهاية، هي الأقرب من المنصة الرئيسية. دستور للهجان السلطانية. هناك المضمر المتابع حمد بن محمد الوهيبي، لكن ضبة سليمان بن حمود بن سعيد المالكي تحاول في اللحظات الأخيرة 200 متر الأخيرة الفاصلة عن خط النهاية، ولكن هنا دستور للهجانة السلطانية. تهانينا والناموس للهجانة السلطانية من أسبة فوز دستور. الثاني موصول حمد بن محمد الوهيبي أيضا ضبة، تهانينا له والناموس. يحسب هذا الشوط إذن لصالح ضبة التي حصلت على المركز الأول. الثاني هي التي تأخذ المركز الأول في الشوط الثالث. تهانينا لمالك ضبة سليمان بن حمود سعيد مالكي. المركز الثالث حراسة علي بن أحمد بن علي الحبسي. والمركز الرابع وسمية راشد بن سعيد بن عامر المغيري. المركز الخامس شاهنية راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي. المركز السادس درعية بدر بن حميد الدرعي.